قلنا مقابلة هذه. وش نقول لك المباراة عرفنا نقطة الضعف تاعهم ونستغليناها مليح لا يا ربي ما فوق المورال مليحة بزاف ان شاء الله نزيدو ناخذ مباراة في اسبانيا ان شاء الله. راح يكون عندكم التربص تاع اسبانيا اللي قلت عليكم عند واجهو غرناطة وفالنسيا واش راح تشوف بلي هذا التربص يسمح لكم تقوي الاداء تاعكم قبل ما تروحوا الاولمبياد؟ صح بالك المباراة هذه طلعنا بزاف فيها المورال ومازال ننتظرنا ماتش في فالنسيا ان شاء الله بربي نزيدو ناخذ عبد الرحمن شفناك تتكلم ماتش اليوم.